تعالوا هنعمل وصفة حلوة جدا للبشرة، جميلة 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 بجد، حلوة بطريقة فوق لا تتخيليها، سهلة وبسيطة وكل مكوناتها عندنا. عايز اقولك كمان حلوة للتجاعيد، حلوة لكرمشة الوجه والايد، كمان بتفتح جدا، مغذية ومفيدة بطريقة حلوة قوي. لايكات واشتراك في القناة وفعلوا الجرس وتعالوا يلا نشوف الوصفة. هنا انا معايا حبيتين من الفراولة، طبعا كلنا عندنا الفراولة رخيصة واللي بيخزن بقى والكلام ده كله، احنا هناخد 2 مش اكتر من كده. دي مليانة كمية فوائد تحفة جدا للبشرة، خطيرة، بتزيل التجاعيد والخطوط التعبيرية، وكمان بتزيل الخطوط التعبيرية اللي بتبقى في الشفايف والقورة، بجد حلوة قوي قوي، يعني مهما اتكلم عنها ليها فوائد حلوة. انا مش هاخد غير منها حبيتين، هبدأ ان انا هرسهم كويس جدا. عايزة كمان اقولك بتورد الوش جدا وبتخلي البشرة صافية ونضرة كده، تحس ان ناطت فيها الدم، بجد حلوة قوي. هرستها عشان وقت الفيديو لانها بتاخد وقت في الهرس، انا هرستها شوية. بصوا عايزاها تبقى مهروسة كده، لو تقدري تضربيها في الخلاط اضربيها، بس هم حبيتين بس، هتبقى صعب ان انت تضربيهم في الخلاط. نعمتهم كويس وهبدأ احط عليهم معلقة صغيرة من النشا او الكورن فلاور. تمام كده هحط عليها معلقة. ابدأي بقى قلبيهم كويس، ادمجيهم كده مع بعض بالشكل ده كده. اهم حاجة ان انتي وانتي بتقلبي حاولي دايما اقعدي قلبي بردك شوية، يعني لحد ما تخلي الفراولة ناعمة. اهم حاجة ان انا عايزة الفراولاية تبقى ناعمة جدا، شايفين؟ هضيف كمان معايا معلقة من جل الصبار، هي اخر معلقة عندي للأسف على ما اشتري، لان كان نفسي يبقى معلقة كاملة، بس انت حطي معلقة كاملة من جل الصبار لان ده بيحارب التجاعيد وكمان بيشد البشرة جدا وبيصفي البشرة. قلبي بقى كويس، اهم حاجة كل ما تحطي حاجة قلبي، علشان كل ما الخلطة تبقى ناعمة كل ما الخلطة تظبط معاكي جدا. هنا برضو هحط معاها معلقة من الزبادي او الياغورت، كل دي معالق صغيرة، وهبدأ اقلبهم كويس جدا بقى، علشان زي ما قلنا الخلطة عايزاها تبقى ناعمة جدا معايا. هقلب برضه كده وارجع تاني. طبعا انا قلبتهم كويس، هبدأ احط عليهم معلقة صغيرة جدا من زيت الزيتون، لو ما عندكيش ممكن تستبدليه بزيت جوز الهند، الزيوت علشان خاطر دي على ترطيب البشرة وكمان ما تجففليش بشرتي، فالزيوت دي مهمة جدا. لو ما عندكيش حطي معلقة صغيرة من الكريم المرطب بتاعك. تمام لحد كده، قلبي برضو كويس علشان المكونات تظبط معاكي. طبعا احنا عارفين كل حاجة وكل حاجة وفوائدها، كل ده انا قايله لكم عليه كذا مرة، فانا هنا بقى بقول لكم المكونات سريعا. هنا هبدأ احط كمان معايا معلقة صغيرة من مية الورد، صغيرة جدا، وقلبي. تمام كده هاجي بقى للقنبلة الجميلة جدا اللي بتفتح معاكي جدا، وهي الطين الابيض او الحنة البيضة، وكلنا عارفين طبعا فوائدها وقلت لكم عنها كتير. الحنة او الحنة البيضة او الطين الابيض بيتباع عند العطار، سعره رخيص يا جماعة وما تقلقوش مش غالي خالص، وهتلاقيه عند العطار منتشر او عند مستحضرات التجميل. قلبي بقى كويس كل المكونات دي. بصوا بقى هنا قلبتها كويس، بصوا نعمت معايا ازاي، لان كل خلطة او كل حاجة بحطها لازم اقلب كويس بالشكل ده. بصوا بقى يعني شكلها قمر قمر، بصوا ازاي مكوناتها حلوة جدا، مغذية مفيدة، حاجات كلها طبيعية طبعا، يعني عايز اقولك بجد حلوة قوي. تعالوا نجربها عشان نروح نعمل الوصفة التانية. بصوا ناعمة جدا، بصوا خطيرة بصراحة، بتديكي توريدة، مفيش تجاعيد، تفتيح، بيخلي بشرتك نضرة كده، تشوفيها في المراية تحسي ان بشرتك فيها حيوية، مش تحسيها كده بهتانة. الفراولة من الحاجات الجميلة جدا اللي بتحسي انها بتدي حيوية وصحة للبشرة. بصوا شكلها وشكل المكونات بتاعتها، على فكرة هي لونها كريز اكتر، يعني هي الاضاءة اللي معايا مش عارفة مالها بصراحة، مش عايزة تظبط خالص. بصوا هي لونها كده تحسيها فيها كريز اكتر، يعني
محمرة اكتر شوية او بينكي كتير شوية، انما هي هنا مش عارفة ليه فاتحة كده. انت بتحطيها على كل بشرتك وبتسيبيها نص ساعة، بشرتك تاخد منها كل فوائدها، وبعد كده ابدأي اغسليها وتفرجي على جمالها. شايفين حلوة قوي قوي قوي، وكمان مفيدة ومغذية، ومفيش تجاعيد، مفيش هالات، مفيش اي حاجة، اي مشاكل في بشرتك مش هتحس ان فيها اي حاجة، لانها فعلا بتدي تفتيح من اول مرة. حلوة جدا. الوصفة التانية بقى قنبلة التفتيح، بتفتح البشرة جدا وبتوحد لونها. هاخد 3 معالق من الطحين او الدقيق الابيض بالشكل ده، 3 معالق اهو، ده شكله يا بنات عشان الناس برا مصر يبقوا عارفين شكله. هاخد منهم 3 معالق، هما بالمقدار كله اللي في الطبق 3 معالق بالظبط معايا طلعوا، وهحط عليهم ميه مغليه تدريجيا. حطي كده حبه بحبه، بصوا حبه ميه مغليه، اول حاجه تحطي حبه وقلبي، حسيتي انها محتاجه تاني حطي. ركزي معايا بقى وانا بعمل كده عشان تعرفي انا بقصد ايه بكلامي. هنا هتحتاج معايا حبه كمان، فياخد نقطه ميه واقلب. تمام، كل لما تحسي ان هي محتاجه حطي حبه. هنا هحط بردك حبه وهقلب، لو خفت معاكي خالص هنظبطها برضو مفيش مشكله. قلبي كويس، اهم حاجه عشان الدقيق ما يبقاش فيه تكتلات، يبقى ناعم معاكي جدا. تمام، انا هنا قلبت اهو كويس. تمام يا بنات، هبدا احط عليها ربع معلقه صغيره من زيت الزيتون، لو ما عندناش زيت زيتون بنستبدله بزيت جوز الهند، حاجة صغيرة جدا، وقلبي. وهحط عليها كمان معايا نص ليمونة، ده عصير ليمون، انا هحط نص معلقة يعني بمقدار نص ليمونة. بشرتك حساسة ممكن تستبدليه بمية الورد. تمام كده، قلبي بقى كل ده مع بعضه. تمام، عشان الزيت وكله يدخل مع بعض. بصوا هي كده خفت معايا، كده هضطر ان انا ارجع احط معلقة من الدقيق او الطحين، يعني انا كده بس عشان اخليها متماسكة شوية هياخد كمان معايا معلقة من الطحين. تمام يا بنات، فانا هاخد كده معلقة كمان. ركزي في القوام اللي انا عايزاه، علشان لو هي سالت منك هتبقع لك هدومك وهبوظ لك هدومك ومش هتستفادي بيها. فهنا انا عايزاكي تستفادي بالخلطة. قلبي بقى كويس، بصوا انا عايزاها تقيلة كده، مش تقيلة قوي، اللي هي بصوا تنزل منك بالمعلقة كده. تمام خلاص كده، ده القوام المظبوط المطلوب معايا. هبدأ اديها بقى كمان معايا ربع معلقة صغيرة من القهوة او البن، عشان لو عندك تصبغات او كلف او نمش او حاجات فيها مثلا رؤوس سودا، القهوة او البن ده من الحاجات الجميلة جدا اللي بتوحد لون البشرة وما بتخليش فيه عندك ولا تصبغات ولا كلف ولا نمش مع الاستمرارية. القهوة حلوة جدا. هقلب بقى كل ده زي ما انت شايفة كده، اهم حاجة ركزي في القوام. بصوا قوامها عامل زي الكريمة التقيلة شوية. طبعا انا بقلب علشان خاطر القهوة تبدأ تدخل معايا كويس جدا مع الخلطة بتاعتي. بصوا شكلها، عايزة اقولك فوائدها حلوة جدا جدا جدا. الطحين حلو جدا للبشرة، القهوة حلوة جدا للبشرة، خطيرة بصراحة يا بنات، جربوها هتعجبكم. تعالوا نشوفها على ايدينا كده نجربها. بصوا متماسكة وما بتقعش معاكي، وحلوة كده القوام بتاعها مظبوط. بتسيبيها على بشرة نظيفة لمدة نص ساعة لحد ما تنشف تماما، وبعد كده ابدأي اغسلي وشك ورطبي. بس كده، يا رب تكون الفيديو سهل وبسيط وعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس، وما تنسوش تعملوا شير لاصحابكم عشان يستفادوا، كلكم تستفادوا. باي باي.